إلا كانوا ما خدامينش بالبطاقة ديال المقاول الذاتي، من الأحسن يحيدوها، لأن راه غادي يبقاو يخلصوا المبالغ الكبيرة. السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو اللي قبل هذا كنا هضرنا على التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للمقاولين الذاتيين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحوا واحد الأمور اللي خاص المقاولين يعرفوها قبل ما يتسجلوا في لاسينيساس. بالنسبة لهذا التأمين الإجباري عن المرض، راه ما غاديش يكون فيه تقاعد وما غاديش يكون فيه التعويضات العائلية. يعني بالنسبة اللي كان عنده الدراري يتعوض بديك 300 درهم، راها ما كايناش. اللي غادي يكون فقط بالنسبة للمقاولين الذاتيين هو التأمين الإجباري عن المرض اللي تسميه في لاسينيسيس بلامو. حنا كمقاولين ذاتيين، يعني فاش الإنسان تيمرض وتيمشي للطبيب، ما تيكونش عنده الحق أنه يرد واحد الجزء من الفلوس اللي دفع. ولكن الآن مع التأمين الإجباري عن المرض، إمكان المقاول الذاتي أنه يمشي للطبيب يدوز يدي ورقة من لاسينيسيس في حال أي واحد خدام سالاري، يدوز يعمر له الطبيب ديك الورقة اللي دا معاه ديال لاسينيسيس، وتيمشي كذلك الفرماسيان تياخذ الدواء وتيعمر له الثمن ديال الدواء ديك الورقة، وتيمشي يدفعهم لاسينيسيس تيرد واحد النسبة ديال ديك الفلوس اللي تتقدر ما بين حوالي 70% على حسب كل دواء او كل استشاره وشنو فيها. هذا هو التامين الاجباري على المرض. يعني كما قلنا راه ما فيهش تقاعد وما فيهش تعويضات العائليه بالنسبه للدراري. هادو غادي يجيو مستقبلا، يعني ما عارفينش فوقاش. المهم حاليا كاين غير التامين الاجباري على المرض. اما بالنسبه شحال غادي تخلص، هذه على حسب كل مقاول ذاتي شحال تيدير شيفر دافير. كاينين الناس اللي ما عارفينش كيديروا يحسبوا شيفر دافير. كما قلنا راه كاين فيديو عندي فلاشين قديم فيه طريقه ديال الحساب ديال شيفر دافير، ما فيها باس نعاودو. ان شيفر دافير تتحسب هو على حسب الخدمه اللي خدمتي في النهار. يعني مثلا عندك نهار دخلتي فيه 500 درهم او 1000 درهم او 2000 درهم، تتجمع داك الفلوس اللي جمعتي النهار كامل وتتجمعها كل نهار لمده ديال الشهر، هذاك هو شيفر دافير ديال الشهر. بالنسبة لثلاث شهور تتجمع كل شهر تعطيك ثلاث شهور. هذاك الشيفر دافير هو اللي تديكلاري به. بالنسبة اللي عنده لي فاكتور تيجمع لي فاكتور ديالو كاملين. بالنسبة للشيفر دافير راه تيكون فيه الربح ورأس المال، يعني تيكون مجموع كامل. يعني مثلا في الشهر دخلتي 3000 درهم، راه عندك يعني في 3 شهور غادي تكون عندك 9000 درهم. 9000 درهم بالنسبة للكوميرس، 9000 تضربها في 0.5، لان الكوميرس عندهم 0.5 في الضريبه. يعني 9000 درهم تضربها ب 0.5 وتقسمها على 100، داك هو المونطون اللي غادي تخلص. بالنسبه كما قلنا للتامين الاجباري على المرض، المقاول الذاتي دابا عنده الحق يدخل المراه ديالو والولاد ديالو، اللي ما غاديش يدخل غير بوحديته، غيكون عنده الزوجه او الزوج على حسب شكون اللي ديكلاري، ويكونوا الاولاد. يعني في حاله ما كان الزوجه او الزوج يعني او شي واحد في الابناء كان مرض، فهو عنده الحق ان تعمر له الورقه ديال لاسينيسيس وتدفعها ل لاسينيسيس. اما بالنسبه للخلاص كما قلنا في الفيديو الاول، الخلاص راه على حسب الشيفر دافير اللي ديكلاريتي به. يعني مثلا كنتي تتخلص اقل من 500 درهم، دارك اللي تولي تخلص 300 درهم في 3 شهور و 1200 درهم في العام. عندك ما بين 500 و 1000 درهم، غادي تخلص 390 درهم في 3 شهور و 1560 في العام. هذه راه داخله فيها الضريبه وداخله فيها تأمين اجباري عن المرض، لان كاين اللي تيقول ربما ان هذه غير الضريبه غادي تزاد او لا شي حاجه. هضرت مع السونتر ديال المقاول الذاتي، قال لك باللي هاد مثلا كنتي تتخلص اقل من 500 درهم، هاد 300 درهم اللي غتولي تخلص في 3 شهور فيها الضريبه وفيها التامين الاجباري على المرض. يعني هاد 1200 درهم اللي غتخلص في العام راه فيها التامين الاجباري على المرض وفيها الضريبه ديالك، يعني راهم داخلين بجوج بيهم. وسولت سؤال اخر، واش غادي يحطوا شي موقع اخر اللي غادي نديكلاريو فيه؟
المهم انا ما مأكدش، ولكن هو قال لي بلي راه غادي تبقى تخلص في نفس الموقع فاش تخلص الضريبة ديالك، اللي هو a.gov.ma ديال المقاول الذاتي. ونصيحة اخرى بالنسبة للناس اللي تيديكلاريو بصفر درهم وتيخلصوا 5 دراهم او 10 دراهم، الا كانوا ما خدامينش بالبطاقة ديال المقاول الذاتي من الاحسن يحيدوها، لان راه غادي يبقاو يخلصوا مبالغ كبيره. كان مولف انه يخلص 5 دراهم او 10 دراهم غيولي يخلص 1200 درهم في العام. يعني غير كان نصيحه للناس اللي ما خدامينش بالبطاقه ديال المقاول الذاتي من الاحسن يحيدوها. اذا كان هذا هو التوضيح ديال اليوم بالنسبه للتامين الاجباري عن المرض بالنسبه للمقاول الذاتي. اي تساؤل او استفسار خليونا في التعليقات وغادي نحاولوا نجاوبوا عليه ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. شكرا على المتابعه، ونتلاقاو في الحلقه المجيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.